أمام مجلس الشورى، وزير الصحة يؤكد أن عدد استقالات الأطباء وصلت إلى 390 استقالة منذ العام المنصرم وحتى إدلاء بيان الوزارة، حيث تم التوضيح أنه تم خسارة كفاءات وافدة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم التجديد لأطباء آخرين كانوا يستغلون بعض المرضى لعلاجهم في المستشفيات الخاصة. تحققت السلطنة منذ عدة أسابيع المركز الأول من بين 90 دولة على المستوى العالمي في مجال إدارة اللقاحات والطعوم من قبل منظمة الصحة العالمية. سعادة الرئيس، أصحاب السعادة، إدراكاً من السلطنة للالتزامات العالمية والإقليمية لتحقيق الأهداف العالمية للأمراض غير المعدية بنهاية 2025، بما في ذلك تخفيض 25% من الوفيات المبكرة الناجم عن هذه الأمراض. وعلى صعيد متصل، ذهب الحديث إلى مستشفى السلطان قابوس بصلالة وأهمية النظر في وضعه في ظل تأخر تنفيذ المستشفى الجديد، موضحا وزير الصحة أن فاعل الخير الذي تكفل بإنشاء مستشفى الأطفال سيتم البدء في تنفيذه قريبا. نحن نطمح الكثير، لأن الحقيقة الخدمات الصحية اللي موجودة على الوزير معاليه وعد بالكثير من المشاريع، وعد بالكثير من المراكز الصحية، من المستشفيات قبل حوالي في 2013 في أول جلسة. هذا الأمر لم يراه المواطن على أرض الواقع. نتمنى اليوم يكون في إجابة صريحة من هذا في هذا الشأن، لأن القطاع مهم والقطاع في أمس الحاجة إلى التعزيز. جلسة مجلس الشورى أشارت إلى أن نسبة الإنفاق على القطاع الصحي تمثل 3% فقط من الميزانية العامة للدولة، وهو رقم أثار حفيظة أعضاء المجلس، كما اتضح أن الإنفاق على الأدوية يقدر ب 120 مليون ريال عماني، والكشف عن 5 ملايين ريال عماني قيمة رسوم غير محصلة تدور رحاها في المحاكم. يتطلب جهدا من وزارة الصحة في تتبع أسباب عدم الرضا أحيانا من قبل بعض المواطنين على الخدمات الصحية، وكيف يمكن أن نصل إلى تعزيز هذه الثقة. بلا شك الأمر يعتمد إلى حد بعيد على مستوى الرضا لدى المواطن على الخدمات الصحية، وبالمناسبة هذا المعيار هو أحد المعايير التي يقاس من خلالها مستوى التنمية البشرية. أرقام أخرى كشفت عن ابتعاث 2500 شخص للعلاج في الخارج بعد توصية من الأطباء، كما يسجل المستشفى السلطاني حوالي 100,000 عملية في السنة، مع الإشارة إلى أن أعداد المرضى الذين يرتادون المستشفيات يوميا يصل أعدادهم إلى 41,000 مريض، حيث أوضحت الجلسة أن أعداد مدمني المخدرات يفوقها 5,000، كما أن المصابين بالفشل الكلوي تصل نسبتهم 12.5% من عدد السكان، في تساؤل من أحد الأعضاء إلى ارتفاع نسب السرطان، وخاصة في محافظة ظفار التي تتصدر القائمة، ومحافظة الوسطى الذين يقطع بعض سكانها حوالي 400 كيلومتر لعمليات الولادة لعدم توفر الخدمة. على الرغم من الإنجازات الكثيرة التي تحققت على أرض الواقع في القطاع الصحي، إلا أن البعض لا يثق بالمستوى الطبي وكوادره، فهل ستضع الاستراتيجية الصحية 2050 النصاب التي يراها الكثيرون أنها طويلة الأمد؟ فارس بن جمعة الوهيبي، مجلس الشورى.